على هامش اجتماعات الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والذي تستضيفه مملكة البحرين، عقدت لجنة التنمية المستدامة اجتماعا حول الجهود البرلمانية في تحقيق الحياد الكربوني الصفري. وناقش الاجتماع قرارا مقدما من ممثلي ألمانيا والهند، والذي يدعو أطراف الاتفاقية إلى وضع نهج وسياسات للحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها. في ظل ما يشهده كوكبنا من تهديد بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والناتجة عن إزالة الغابات، جاءت أجندة اجتماع لجنة التنمية المستدامة اليوم والمنعقدة ضمن اجتماعات الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالعمل المناخي. اليوم احنا في اجتماع التنمية المستدامة، واللي شرف ان اكون امثل مملكة البحرين. اليوم الاجتماع يتحدث عن التشجير والبيئة بشكل عام، فتحدثنا وتداخلنا بدور مملكة البحرين ودور سيدي جلالة الملك في الحفاظ على البيئة آمنة لأجيالنا القادمة، وطرحت بعض البنود الطارئة من استراليا، واحنا في البحرين يعني داعمين لهذه البنود، لان احنا اليوم للحفاظ على البيئه يجب ان العالم كامل يتوحد لهدف مشترك. I'm very glad to be in this conference of the Interparliamentary Union. انا سعيد بوجودي هنا اليوم حيث نناقش مواضيع التنميه المستدامه المتعلقه بتغيير المناخ، ونحن نعلم تاثير التغيير المناخي على العالم اجمع، وجنوب السودان ليس مستثنى من هذه المشكلة، فنحن نواجه الكثير من المشاكل بهذا الشأن والناتجة عن إزالة الغابات، وهذا ما تمت مناقشته في هذا الاجتماع. المشاركون استعرضوا الجهود البرلمانية وما يمكن أن ينتج عنها من تشريعات وقوانين تصب في تحقيق أرصدة الكربون الصفري للغابات، والخروج بتوصيات تشجع وتدعو جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصارف خزانات الغازات الدفيئة بما في ذلك الغابات، من خلال وضع نهج وسياسات للحد من هذه الانبعاثات. هاي الورشة هي لمناقشة بند من بنود التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف، اللي هي العلاقة بالتنمية المستدامة والبيئة ومدى انبعاث الكربونات لأثرها على البيئة وعلى منح الكوكب الأرض. عم نعمل على إقرار مشروع القرار بضرورة التكامل بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضا كيف الدول من المفترض أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه الغابات. جملة من المقترحات تضاف إلى سلسلة سابقة خرج بها المشاركون في قمم المناخ الماضية لتوحيد الجهود والعمل برؤية واحدة من أجل تنمية مستدامة تخدم البيئة وتحد من الانبعاثات الكربونية، حتى نأخذ كوكب الأرض بمنأى عن كل ما يهدد الحياة عليه.